تم التداول في واحد المجموعه ديال النقاط في الدوره الاستثنائيه للمجلس الجماعي لاكادير. هاد النقاط اللي كتضمن من بينها انه هذاك القرض اللي كان تسمح للرئيس انه يحصل عليه من ابناك الخاصه، فاليوم عطينا الاذن للرئيس انه واحد الجزء من هذا القرض غادي يتخصص لتسديد اقساط، يعني دوك الاقساط اللي بقاو في الذمه ديال الجماعه لفائده صندوق التجهيز الجماعي عن القروض السابقه اللي القيمه ديالو تتوصل لواحد 400 مليون ديال الدرهم. وبالنسبه للقسط الثاني اللي كتبقى بالنسبه لهذا القرض اللي غتحصل عليه الجماعه اللي هو 600 مليون ديال الدرهم من اصل من اصل مليار ديال الدرهم، هاد 600 مليون غادي تخصص لاتمام المشاريع التنميه الحضاريه، المشاريع اللي ضمنتها الاتفاقيه اللي كانت تسنات قدام صاحب الجلاله، واللي هاد المشاريع راه يعني الفتره الزمنيه ديالها باش تنجز كتحدد بين 2020 و2024. كاين واحد الفائده اللي هي اساسيه، هي ان هذا القرض الجديد ما غادي يبدا الدولة الاقساط ديالو الا بعد مرور سنتين من تاريخ الحصول على القرض، وبالتالي هاد السنتين يعني الجماعه ما غاديش تسدد اقساط ديال القروض، وملي ما غاديش تسدد الاقساط ديال القروض يعني الفائض اللي كيبقى عند الجماعه فغادي تمول به مشاريع. النقطه الاخرى اللي تداول فيها المجلس اللي كتعلق باتمام اشغال دار الفنون، وكما كتعرفوا انها كانت واحد الاتفاقيه اللي كانت فيها المساهمه ديال الجماعه والمساهمه ديال الجهه، وزاره الثقافه دخلات وساهمت واحد المبلغ كذلك ديال واحد الغلاف مالي ديال 40 مليون ديال الدرهم من اجل اتمام هذه المعلمه وانها تكون موجوده باش ان المرتفقين والسكان ديال المدينه انهم يستغلوها وانهم يزوروها وانهم يديروا فيها انشطه، لان هي عباره عن دار الفنون جميع الانشطه اللي غدار فيها واللي غتكون هذه البنايه بعد ما يعني تصرف هذا يعني الغلاف المالي غتكون في المستوى من الطراز العالي. اليوم انعقدت الدوره الاستثنائيه بالمجلس البلدي اللي تدرسنا فيها تقريبا واحد 11 نقطه اللي حضرت بالنقاش المستفيد والنقاش المسؤول، لم ترى في الاخوان المعارضه ولا الاخوان ديال الاغلبيه، وكان نقاش مهم ومهم جدا، واغلبيه الاعضاء عطوا رايهم وكانت ملاحظات في محلها، وكان تصويت كانت نقاط اللي حضرت بالاغلبيه او بالاجماع، وكانت نقاط كان فيها تحفظ او تصويت على بالمعارضة، ولكن في المجمل ديال أشغال ديال الدورة كان تجاوب، لأنه الجميع كان كيهدف في المصلحة العامة، واللي كان النقاش اللي في المستوى المسؤول، ولهذا حنا كنتمنوا كل ما جاء في النقاط ديال جدول الأعمال ديال الدورة اللي كانت محو باش نرقوا المدينة ديال أكادير لمستوى راقي ونحاربوا بعض الشوائب كما جا في جدول الأعمال. ظاهرة الكلاب اللي أصبحت منتشرة في المدينة واللي خدات واحد النقاش مهم ومهم جدا، وكان اعتراضات وملاحظات ديال المستشارين اللي كانت في محلها، ولهذا الجميع كان موافق على اننا ضروري نحاربوا هذه الظاهره من العمق ديالها، واللي تعطات اقتراحات ان شاء الله غادي نشتغلوا عليها في القريب العاجل. وشكرا. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.